ما حكم من قال لزوجته أنت مثل أمي أو أنت محرمة علي مثل أختي، وذلك في وقت كان فيه في أشد الغضب من تصرفها، على علم أنه كان لا يقصد تحريمها بل لإرهابها وتخويفها، وكذلك كان يجهل حكم كلمة أنت مثل أختي أو أمي، فكل اعتقاده أن المرأة تحرم على زوجها بكلمة الطلاق فقط، وأيضا كان يقصد من وراء قوله ذلك أنه قد حلف طلاق وأصبحت بطلاقه محرمة عليه، وهو لم يحلف طلاقا أبدا، فالقصد من ذلك لتخويفها، فماذا عليه الآن لاستمرار حياته مع زوجته؟ هذه الألفاظ التي ذكرها هي ألفاظ الظهار، نعم. إذا شبهها بمن تحرم عليه كأمه وأخته يقصد أنها تحرم مثل ما تحرم أمه، مثل ما تحرم أمه أو أخته، فإنه بذلك يكون مظاهرة. والمظاهر قد بين الله سبحانه وتعالى حكمه في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به الله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فالذي يجب على السائل بناء على ما ذكر أن يكفر كفارة الظهار قبل أن يمس زوجته، إما بعتق رقبة إذا كان يستطيع ذلك، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، إذا لم يجد العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام لمرض مزمن أو لغير ذلك من الأعذار التي تحول بينه وبين الصيام، فإنه ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من البر أو غيره. ولكن ليعلم أن هذه الأمور الثلاثة على الترتيب، لا يجوز أن ينتقل عن العتق إلا إذا لم يقدر عليه، ولا يجوز أن ينتقل عن الصيام إلا إذا لم يستطعه، وهذه أمانة في ذمته، فلا يجوز له أن يمس زوجته حتى يكفر هذه الكفارة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى. على أنه يجب على المسلم أن يحفظ لسانه عن ألفاظ الظهار وألفاظ الطلاق وغير ذلك، لأنها هذا كما قال الله سبحانه وتعالى منكر من القول وزور، فالظهار منكر وحرام وزور لا يجوز للإنسان أن يتلفظ به، لكن إذا وقع هذا وتلفظ به فإن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه الكفارة على الترتيب الذي ذكرناه. وحتى لو نوى به طلاقا فإن هذا صريح في الظهار، الصريح في الظهار لا يكون طلاقا وإنما يكون ظهارا. نعم، ولا فرق فيه بين حالة الغضب أو حالة الهدوء؟ لا فرق في ذلك،